هنا بهذا الحي الفوضوي المعروف بسيدي عيسى في بلدية ولادي عيش بالبليدة تعيش عائلة العرباوي المتكونة من 4 أفراد حالة من الفقر والحرمان زادها المرض تعقيدا في صورة يندى لها الجبين. أني مريضة وطفلها مريض وطفلها مريضة ثانية عندها أزماتيك عندك حساسية تعدلت لها لازم كما قالوا مني نروح للأطباء يقولوا لي ستبي روحي وخورتي من مضرب هذاك ما تقعديش به وانا لا غالب ما صدش. الوضعية المأساوية التي تعيشها العائلة زادت من تدهور حالتهم الصحية خاصة أنهم يعانون من مختلف الأمراض الذهنية والجسدية. والله غير راني بالبومبا ما نقدرش لا غالب سكرت علي نشرب دواء تاع لاطونسيون ولا نشرب دواء تاع ما يفيد فيا حتى والو يا غالب ما قدرتش عندي لاتخوص مانيش قادرة كاع روماتيس لا غالب. رحت الولاية شكيت صحاي رحت 4 مرات و5 ولا نشكي وندي لهم كواطي وشوفوا طفل مريض وشوفوا انا كيف رانا احنا ما قال ما بان حتى حل نطلب من قلوب الرحيم ما شاء الله يا ربي الى رب الواحد يشوفونا كما قال. هي عائلة تتذوق جحيم الفقر والمرض بعيدا عن أعين المسؤولين وأيادي الجمعيات لتطلق نداء الرحمة للجميع للتكفل بها وانتشالها من دائرة البؤس والشقاء، فهل من مغيث؟